اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من هاشتاج جيمز. اليوم في العكسه حيكون معنا ضيف اهتماماته مش بالضروره تكون زي اهتماماتنا، لكن كلنا نلعبوا في الفيديو جيمز ونحبهم ونتاثروا بهم ونرتبطوا بهم بالطريقه اللي تمشي معنا. طبعا ضيفنا اليوم عماد السوكني، عمده شجو ولا لماسي اسمه شنو دايما ولا 100% عادي 100% مرطايه با شنو جو الخدمه القرايه ولا لهانيه ماشي الحمد لله باهي تو عمده نبيك جاوبني بكل صراحه ايش رايك في الهاشتاج؟ والله ايش بنقول لك، انا كتفاصيل هيك مش متعمق في موضوع هلبا، لكن نشبح فيه هيك في جو صاير، في جو جديد هيك الشباب وجو فيديو جيمز وحاجات زي هيا يعني. باهم ليه تشبح فينا ماشيين صح هيك؟ والله انا ما اكيد حاجه هي ترفيه انترتينمنت يعني ما فيهاش حاجه صح ولا غلط، اكيد يعني هي جو خلاص. تبعش فينا تبع فينا تبي دول تنبه نبي دول والله مره شفتكم على الفيسبوك باهي مليح تو عمده نبي نقول لك تحب تلعب بروحك انت ولا تلعب اونلاين؟ انا زي ما قلت لكم بكري ما عمري ما لعبت اونلاين بروحي، بس ما عمري ما قابلتني هيك لعبه اونلاين لعبته ما عمرك جربت الموضوع؟ لا لا ما عمري جربت كول اوف ديوتي شيء. ايه ديما هيك نلعب بروحي، هذا كان لعبت غالبا ما نلعب، انا اصلا ما نلعبش فيها بلعبش فيها بس لا لا لكن بروحي ما عمري ما لعبت اونلاين بوك. باش رايك اليوم جرب معنا لعبه انجستس جار امونج اس، لعبه فايتنج اركيد جيم هيك زوز انجستس جار امونج اس. شنو هي جار امونج اس؟ جارز امونج اس يا مان. اه ما 100% تمام 100% وصلت تمام لعبة فايتنج هيك خبط هيك 100% زوز بعضهم اللي يربح اللي هو اللي بيربح 100% يعني تمام فتو هيك نبلجوا مع بعض عادي يا هي لا ما غلط قصدي تو انت مش لاعب حاجات زي هيك من قبل ولا لاعب؟ لاعب تيكن 3 مع بسيشن 1 بس اللي هي تيكن 3 بسيشن 1 مصارعه حقه مصارعه نسيتها نفس الشيء نفس الموضوع نفس الموضوع تمام 100% بقى معاه تمشي امورك انت لا غلط اللي صاير نقدر ناخذ حتى انا هيك طبعا تعرف انت الجو بتاعك دي سي كله ما مال الكاركترز ايه ظابط سوبرمان وباتمان اكوامان بالضبط ايوه جوكر حتى هو مان عيب جوكر حتى هو مان عيب جوكر مان جوكر بس في جوكر مان باي 100% تو باي عمدك انت كدرامر يعني اكيد حترتبط بالميوزك بتاع الالعاب وفي الريق يخبط فيا هو مان قرته وانت لا معي شويه حتربح مان فوت الموضوع وبتخسر قصدي بنخسر بنربح لكن انت خبط فيا باي انت كدرامر انت اكيد حترتبط هيك بالميوزك بتاع الالعاب وكذا في هيك درامر شدك في الالعاب درام شدني والله ما درام هيك درام في ميوزك بتاع الالعاب والله انا قلت نلعب كوره بس مان صحيح كوره بها وهنا بالبيس انا من معجبين البيس اكثر من الفيفا فلهذا هيك مرات يكون في اغاني نقعد نسمع لهم يمكن فوت اللعبه انا قاعد فاتح الاغاني بس ما اطلب في اغاني صح في اغاني لا في اغاني ما فيش درام معين حاجه لقطك انت لا والله الحق درام معين لا لكن في اغاني هيك مثلا زي عندك الفيفا 2013 في اغنيه اسمها اون توب ذا وورلد بتاع ايميجن دراجونز هي تعرف أغنية نزلتها طول أول ما سمعتها في الديسكة طبعاً أول سمعة لها كانت في اللعبة هو توا ضربني باي أعرف توا صار موضوع خي صار فيك موضوع خيم لا لا شوف خبطوا لا لا ما نفوت الموضوع فجرة باي أنت توا قصدي عمرك جد لعبت لعبة في حياتك وجاتك النية تعزف الدرام بتاعها حاولت أنت على الأقل تدير لقطة في الموضوع كفر حاجة لا تو زي هي الاغنية تماجن دراجونز ربحني مان اغنية تماجن دراجونز هيك شنو عجبك فيها؟ والله عجبني فيها كل شيء انا ما عجبنيش الدرم بحد ذاته لكن كانت اغنية جميلة جدا وضوحها مليح هيك ونزلتها من سمعتها في الديسك لكن لا لا ما فيش درم معين يعني شدني في اي لعبة طبعا عماد تخدم في تريبل اف ام صح؟ وتقرا في الهندسة في السمستر الاول يعني السمستر الاول وخدمة ومواضيع فوق هذا كله عارف انك انت كيف جاينا من كورس بالضبط فاكيد اكيد مش حتلقى وقت تلعب في فيديو جيمز هذا كله فاهمين احنا باهي تمام بالضبط وانت في نفس الوقت درامر هذا علاش احنا استضفناك طبعا اليوم ميوزيشن من الاخير وتفهم في الميوزك وكنت طبعا تكلمت على اكثر موضوع
وعارفينك اكيد انك انت درامر مالكش حل. واي نعم، والميزه في الموضوع طبعا انك انت قاعد صغير، هذه اهم حاجه. تمام، انا صغير لكن لا يا مان قصدي قاعد صغير. اسمع، انا بنقول قاعد صغير معناها راه جو اقل من 30 سنه. اقل من 30 سنه الموضوع خفيف. باي، وانت تو تلعب انت ومروان طبعا. باي، انت واخذ اكوامان، هو واخذ جرين لانتر. طبعا جرين لانتر هذا دام زي قطوط، لكن ليش اي علاقه باللعبه هذه بالرسمي؟ وكان ربحك في الشهر هيك في موضوع خير. لا خذ من تو. انت اول ما قلت كلمه يبدا يضرب هو. باك هو كان يدس فاز هو ذاك. تعال زايد قرب. قرب، ما هي هذه الكلمه السريه. قرب قرب لك باك، ما قرب لك. نشوف ايش صاير والله. لا لكن باي قصدي صاير سلطه على جرينلاند. هي هذا اسلوب مروان طبعا، حتى للناس اللي قاعدين يتفرجوا علينا، هذا اسلوب مروان للعلم. مروان اسلوب مروان عيل، ضربه واحده بس تملك باب مباركه لها. ممكن جماعه يطار، جماعه ستريت فايتر تكن، جماعه اللي كان كلها شوف شو جواليه، ضربه واحده كلها. شوف كيف قاعد يجرب. وعلى فكره في وقت للعلم كان تم الوقت، وخصوصا انه قاعدين في الراوند الاولى. تم هذه راوند 1 راوند 1 حلها مروان. مروان بيدير يسوي العويل لكن مش قادر. سبب يسدها هي. لا 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 ترانزيشن ترانزيشن ترانزيشن. يعني عارف كيف نديرها انا معنا الرص وخلاص هي تصير براحه. ترانزيشن هو صار خلاص. ما تقدر قرب 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 خليك قصدي ماشي مليح راه من الاخير. هو ما يقرب. هو ما يقرب تصير يا خلاص تصير عادي عادي تمشي لها يا بيعلك عليك. بوقت جعان القرص والله. لا ما تنبش ما يا عادي لك شبه خلاص. تو انت عندك علامة خطر على جاي. طيب نشوف شو بيصير. احنا قاعدين طبعا للعلم اللي قاعدين يتفرجوا علينا، عماد اول مره يلعبها اللعبات. اول مره صار اول مره يلعبها بكري انا صارت الصداره معك. الله خير. في مواضيع خي صايره بالفيديوهات. مروان شاد على نفس الضربه. الفكره ان الضربه مش متر هلبه، هي هذا المكنتك الموضوع بس تترش هلبك. كان بيقعد على نفس الموال بيتم الوقت قبل اللي بيديرها. ضربه واحده انت ما زادت لك. خلاص تمت. طبعا انا بكر ما سلمش علي انا. ما ربحتني بعد. انت ربحت خلاص رياضيه شيء. باي عماد مروان بكر سالك على التشالنج صح ولا لا؟ سالني. تمام باي، لو كانت في لقطه انك انت مش حتديرها التشالنج هذاك. باي عاد تقول لنا علاش؟ اكيد حيكون ان النير قدت ولا النت بطيء طبعا زي جميع الاحوال. ولا فت الموضوع جبت عليكم. لا ان شاء الله خير تمشي الامور نقول يعني تمشي كان النت ما دارهاش فيه في الليل تمشي. فاي حاجه تبي تقولها تو انت حاليا للناس اللي تعرفهم او للفانز ولا لاي موضوع نقول ان شاء الله موفقين شباب ودايرين موضوع مليح استمروا فيه وديروا لهم شير فيسبوك طبعا فيسبوك بيج بتاعهم تو ندير لها ثاني شير في الصفحه بتاعي وموفقين 100%. كان معنا عماد السوكني طبعا اليوم في العكسة جو جديد. اكيد العكسة دي ما تعودتوا قبل نلعب وكنا مع بعضنا، لكن المره هذه حاولنا نحن نجيب ضيف درنا مكسيكي خليط من بناتهم الزوز. ان شاء الله تعجبكم الحلقة، ما ننسكمش اكيد لايك شير وسبسكرايب. تلاقوا معكم في حلقة جديدة من هاشتاج جيمز.